احنا كنا جايين كان خط بارليف ده لسه بيفجروه، يعني احنا من زمان جدا واحنا في الامطره، فالحدث ده بالنسبه لنا حدث كبير جدا وحدث عظيم وحاجه احنا مبسوطين بيها جدا كاهالي الامطره شرق وشمال سيناء. بنحس النهارده في عبور جديد، كل سنه في سيناء بنحس في 6 اكتوبر 73 بنشوفه كل سنه بفضل سياده الريس. احنا ده حلم كنا بنحلم بيه واتحقق على ارض الواقع، وان شاء الله الجاي افضل باذن الله. احنا بنشوف الخبرات في سيناء دلوقتي حاجه، بنحس ان احنا في الوادي في الدلتا، بنحس ان احنا في قلب مصر، في قلب في كل حاجه ما دام القطارات بتشتغل باذن الله. القطار النهارده حاجه مفرحه جدا جدا، توجه له الف شكر لسياده الريس، تمام، على التنميه اللي عملتها عندنا في سيناء هنا وعلى القطار، يعني كل التوجيهات دلوقتي كلها على سيناء من سياده الريس. يعني في تعب في المصرف، فدلوقتي القطار كله حيروح، تمام، نص ساعه يكون في اسماعيليه، نص ساعه يرجع ثاني. أنا محطة فيها مغير العابد بلوزة. أنا أصلاً من الصعيد من سوهاج وعايشة في سيناء بقالي 25 سنة، بروح كل 10 سنين، دلوقتي أروح كل سنة. في قطر جنبي بيت كل سنة أروح أشوف أهلي، أنا من 10 سنين ما روحتش، عشان طبعاً أنا أسرة مكونة من 5 أفراد، لما بروح تكلفة عالية جداً عليا. دلوقتي القطر جنبي بيتي كل سنة هروح طبعاً، يعني انا بشكره ومش عارفه اشكره ازاي من هنا للسنه الجايه. اليوم انتفاضه اكتوبر، اليوم بنلمس تنميه حقيقيه على ارض الواقع، وبنرد على كل المغرضين. ها هي مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.